قال في زول اشترى بضاعة بتحويل بالبطاقة على الحساب يعني ما بالكاش كده بيد، واستلم البضاعة ومشى كسرها في السوق بالكاش، يعني كأنه هو داير أصلا هو داير كاش، يعني هو ما داير بضاعة كأنه كده. طيب أول حاجة بشراء وبيع البضاعة بالحساب أو بالبطاقة أو بالشيك الكاش أو المصرفي أو حتى الشيك الآجل أو حتى بالدين بدون شيك بس بورقة مكتوبة بجوز، ما في مشكلة، حتى لو كان سعرها أعلى بالآجل من السعر بالكاش. يعني قال لك مثلا الموبايلات دي الواحد فيها ب5000 بالكاش، أما على الحساب أو بالبطاقة أو نحول لك ببنكك جوا بحسابك أو بالآجل ب6 أو ب7، فده جائز ما في مشكلة. شراء البضاعة وبيعها بالشيك أو بالحساب أو بالبطاقة ما بيجوز، بيجوز ما حرام، ولو كان يا جماعة السعر شنو مختلف ما في مشكلة، حتى لو كان السعر أعلى ما في مشكلة، ما لم تكن هذه البضاعة ذهبا أو فضة أو عملة أجنبية. ده موضوع براو، دي موضوع براو، فلا يجوز بيع أو شراء الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامه من الدولار والريال إلى آخره العملة الأجنبية، ما يجوز الآن نحن نتكلم عن واقعنا الليلة في السودان، ما يجوز الآن بيع أو شراء إلا بالقروش عديل، حتى بالشيك المصرفي ما بيجوز في واقع السودان اليوم، لأنه الشيك المصرفي الآن بقى ما يقوم مقام الكاش، لأنه لو دخلته ما بصرف لك، لكن زمان كان بيقوم مقام الكاش لأنه كان في سيولة بتدخله بصرف لك، تشيل قروشك في كيس وتمشي طوال. عشان كده العلماء زمان زي الشيخ ابن عثيمين قال بيجوز، لكن العلماء الليلة بعد واقعنا ده حكينا لهم الشيخ محمد بن هادي، حكينا له واقعنا تماما في السودان وشرحنا له، فقال ده ما بيجوز، لأنه تاني رجع الشيك في حكم الآجل. عشان كده الناس زادوا في عندهم سعرين، أقول لك الدولار إذا كان داير قروش عديل في يدك كده مثلا، يعني أقول لك ب60، أنا ما أعرفه بكم الليلة، لكن مثلا أقول لك ب60، لكن إذا داير بشيك وشيك كاش شيك مصرفي عديل مضمون يعني، يقول لك ب70، مش كده؟ لأنه هم ذاتهم التجار عرفوا إنه شغلت الشيك ولو بقى مصرفي مضمون بقى ما في حكم الكاش 100% زي زمان، لأنه لو دخلت ما بينصرف، هو بينزل بحسابك صح، لكن عشان تمرق وثاني ما بيمرق، بس بيشتغل تحويلات، ده يشوت لده وده يحول لده وده يحول لده جوا بس، فبقى ما في حكم الكاش النقد من كل أجزائه. عشان كده العلماء قالوا ما بيجوز الليلة بيع هذه الأصناف وشراء بهذه الطريقة. أما البضاعة الغير دي، سكر دار تشتري، أسمنتي دار تشتري، طوب ما في مشكلة، بشيك بحساب ببطاقة بسعر عالي بسعر أدنى ما في مشكلة، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الكسر اللي هو يسمى في الشريعة التورق. التورق إن زول يشتري بضاعة بالآجل لأنه ما عنده كاش ب70 مثلا، ويمشي يكسرها في السوق ب50 مثلا، لأنه محتاج للقروش دي الـ50 دي أو ما يقاربها. التورق ده يا جماعة عنده شروط العلماء وضعوها، إذا ما توفرت الشروط دي يبقى حرام طوال. الشرط الأول أن يكون الإنسان محتاجا إلى هذا الكسر، التورق ده محتاج له. الشرط الثاني أن لا يجد من يداينه، لأنه قالوا الدين أولى، مع أنه الدين فيه نوع زلة في النفس، لكن قالوا أولى من الكسر للتورق، فيبحث عنه أول مالقة، ده الشرط الثاني، مش طوالي يقول أنا بس بكسر، بل في تجار يقول لك ده تاجر كسر، يعني ما بيع حاجة، لا عنده صلصة ولا عنده طحنية، ما عنده إيش، عندك شنو بس بكسر، يعني دي شغله ذاته، ده حرام. عشان كده الشرط الثالث العلماء قالوا ألا يمتهن ذلك، ما تبقى له مهنة، إنما هي شيء للحاجة، زول يحتاج وفتش مالك زول يدينه وضاقت به يعمل شنو، ضاقت به الوطن يعمل شنو، قالوا ده حل، لكن بالشروط كلها تتوفر، ما في شرط واحد يختلف.
الشرط الرابع قالوا إنه يكسر قدر شنو؟ قدر حوجته محتاج ليه؟ قدر حاجته محتاج ليه 50 يبقى 50 ما يمشي يكسر بمية وخمسين، هو محتاج 50. الشرط الخامس التاجر اللي اشترى منه بالآجل ده ما يرجع يكسر له ذاته بالكاش، يكسر لواحد آخر، لأنه لو رجع كسر له ذاته ده ما يبقى تورق، ده يبقى شنو؟ بيع العينة. وبيع العينة ابن تيمية رجح إنه ده من الربا، ده من الربا. فبهذه الشروط إذا توفرت كلها مجتمعة بيجوز، ما يجعل مهنة، إنما يقضي بها حاجة. مثلا زول ده يعرس وما عنده قروش، والعرس خلاص يومه جاء، وفتش زول يدين وما لقى، الشريعة باحت له، لكن بشنو يا جماعة؟ بالشروط دي. مش يبقى تاجر كسر يكون بس قاعد خد ترابيزته بالسوق، أكسرك أكسرك أكسرك، في النهاية أمور الجوط يخش السجن، فده ما بجوز. ها؟ ما خلاص بس بالشروط دي، بهذه الشروط. الحركة في قراءة القرآن، الاهتزاز، أو واحدين يعملوا كده. الإمام البغوي نقل عن السلف أنهم نهوا عن ذلك، نهوا عنه وقالوا هو من صفات اليهود، ونحن أمرنا بمخالفة اليهود، حتى قالت اليهود ما ترك هذا الرجل يعنون محمد صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وخالفنا، فنحن مأمورين بمخالفة اليهود. والشيخ الفوزان برضو قال ما يجوز. أما الشيخ ابن عثيمين فصل قال إن فعلها عبادة، يعني ظن إنه الهزة دي مع قراءة القرآن دي ذات فيها جرم، زي ما بيقولوا الصوفية، الصوفية يقول لك ده لأنه القرآن تقيل، زول ده بيعمل كده، ده كلام فارغ ما باطل، إنه كون يعمل كده عشان القرآن تقيل ده في حد ذاته كلام باطل، يعني هذا الاعتقاد. طيب، فقال إن كان يفعلها تعبدا ويرجو بها أجر وثواب، ده شنو يا جماعة؟ ده باطل. أما إن كان يفعل عادة ما تعبد، قال فجائز لا حرج فيه. وبهذا أيضا أفتى الشيخ سليمان الرحيل، قال إذا زول يعني الناس تعودوا أنه يعملوا كده سناقرة القرآن أو كرعينه بنملا أو إلى آخره، فقال أرجو أنه ما يكون فيه حاجة. عموما هي مسألة خلافية بين العلماء، زول ما ينكر لو لقى أخوه بيهتزه ما يجي ينكر عليه ويشد عليه في الإنكار، لأنه في علماء قالوا هذا وعلماء قالوا هذا، وتركه أولى، لو الإنسان استطاع أن يتركه أفضل لو استطاع. أما لو رأيت أخوك يفعله ما تنكر عليه كأنه شيء محرم مقطوع بتحريمه وكذا.